موضوع التفاوض. التفاوض عبارة عن نقاش بين طرفين أو أكتر، ممكن يبقى بين بائع ومشتري ووسيط حول موضوع معين. قد يكون هذا الموضوع سياسي أو عسكري أو اقتصادي أو اجتماعي حتى. التفاوض يهدف إلى تحقيق منافع مشتركة للطرفين، برغم أن كل طرف فيهم ليه مصالح متعارضة مع الطرف الآخر. في مجال الشراء يتم التفاوض بين البائع والمشتري في الحالات الآتية: لو حجم الصفقة وقيمتها كبيرة جدا تستدعي التفاوض، أو في حالة شراء المعدات والآلات التي يرتبط بيها هتتنقل ازاي، مين هيركبها، مين هيعمل لها صيانة، هندرب العاملين على تشغيلها وصيانتها والضمان وتوفير قطع الغيار في المستقبل إلى آخره. كمان في حالة الرغبة الدقيقة في التحديد لمواصفات المواد المطلوب شرائها، مواصفاتها ايه، اسلوب نقلها ايه، مكان تعبئتها وتغليف، مكان فحصها الى اخره. وبعدين لو في حالة ان الصفقة بتغطي فترة زمنية طويلة متوقع يتغير سعر المواد المشتراة في المستقبل، فبنتفق في حالة التفاوض على ازاي سيتم دفع قيمة الصفقة حسب الاسعار إما الجارية أو أسعار يوم التعاقد أو اقتسام الفروق بين الأسعار بين الطرفين أو تعديل الأسعار كل فترة زمنية معينة. كما يمكن التفاوض إذا كان هناك رغبة في بين الطرفين أو بين أحد الأطراف في التفاوض عايز يعدل شروط التعاقد التي تم الاتفاق عليها، أو في حالة الرغبة في إنهاء التعاقد بين الطرفين يتم أيضا التفاوض. تمر عملية التفاوض بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل جلسة التفاوض، المرحلة الثانية مرحلة جلسة التفاوض نفسها، المرحلة الثالثة مرحلة ما بعد جلسة التفاوض، وهنناقش بالتفصيل كل مرحلة منها. المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل جلسة التفاوض، ودي أهم مرحلة، وبناء على هذه المرحلة سيتم نجاح أو فشل عملية التفاوض. في هذه المرحلة يتم ما يلي: أول حاجة بنحدد أهداف التفاوض، احنا عايزين ايه من التفاوض بالظبط، ايه الأهداف بتاعتنا. بس احنا بنعمل نوعين من الأهداف: أهداف لا يمكن التنازل عنها مهما كانت النتائج، وأهداف أخرى أنا بحطها ممكن نتنازل عن بعضها بس مقابل إن الطرف الآخر يتنازل برضك عن بعض أهدافه. بعد تحديد أهداف التفاوض سيتم تحديد الموضوعات التي سيتم مناقشتها أثناء التفاوض، وبنحدد إيه هي الموضوعات الأكثر أهمية، وبنحدد كمان تسلسل مناقشة هذه الموضوعات. بعدين بيجي اختيار بقى المرحلة الأخرى، اختيار فريق التفاوض وأعضاء الفريق، بنختارهم في ضوء الموضوعات التي سيتم مناقشتها. ولكن بصورة عامة فريق التفاوض بيبقى فيه عضو فني وعضو مالي وعضو قانوني، ممكن يبقى فيه أعضاء آخرين، بس بشرط هنا ان كل عضو لازم يتصف بصفات شخصية اخرى غير الناحية الفنية اللي عنده، مثل القدرة على الاقناع والصبر وسرعة البديهة الى اخره. بعد اختيار فريق التفاوض بيجلس الفريق ويقوم بدراسة الموضوعات الاتية: الخصائص الفنية للمواد موضع التفاوض. يعني لو هنشتري سيارات لازم يبقى فريق التفاوض عنده حد بيفهم في السيارات وميكانيكا السيارات وصيانة السيارات الى اخره. لو هنشتري اساس لازم يبقى فيه حد في الفريق بيفهم فيه الخشب واسلوب تصنيع الموبيليا الى اخره. بندرس كمان سوق المواد موضع التفاوض، هو السوق، سوق البائع او سوق المشتري، لان بناء على ذلك انا هحدد استراتيجية التفاوض اللي عندي او سياسة التفاوض. لو سوق البائع يعني البائع هو القوي وانا اللي بشتري، يبقى لازم اكون مهادن الى حد ما. اما لو هو سوق المشتري يعني المشتري هو الاقوى وانا المشتري، يبقى لازم برضك ممكن اتبع سياسة اكثر تشددا. كمان لازم ادرس الموقف التفاوضي للطرفين، لازم اعرف مين فينا اقوى من التاني، من بناء على مين اقوى مين اللي هنحدد استراتيجية التفاوض، استخدم استراتيجية هجومية ولا استراتيجية دفاعية. كذلك بيجتمع اعضاء الفريق بيتدربوا مع بعض، بيدرسوا البيانات اللي خدوها او جمعوها، بيعملوا حاجة اسمها تبادل الأدوار، بيحطوا نفسهم مكان الطرف الآخر في التفاوض عشان يشوفوا هو بيفكر ازاي. بعدين في الآخر بنتفق على دور كل فرد من أفراد فريق التفاوض وإيه هي صلاحياته أثناء جلسة التفاوض.
نيجي للمرحلة الثانية في عملية التفاوض، هي مرحلة جلسة التفاوض نفسها مع الطرف الآخر. ممكن تبقى هي جلسة واحدة متقسمة من الداخل أو أكتر من جلسة. المهم بيبتدي في الجلسة الافتتاحية، بيتم التعارف بين الطرفين في جو ودي، ثم بنتعرف على بعض، بنتكلم بصورة عامة، نوع من اللي هو فك الاشتباك بين الطرفين قبل جلسة التفاوض الرئيسية. بنقعد بقى جلسة التفاوض الرئيسية بنناقش كل موضوع بالتفصيل. وفي الجلسة النهائية بنعمل فيها حاجتين: نقط الاختلاف التي ظهرت أثناء التفاوض بيتم الاتفاق عليها، وفي الآخر بنعمل صياغة لعقود التفاوض بين الطرفين. هنا بيخش بقى العدو القانون. المرحلة الأخيرة في عملية التفاوض هي مرحلة ما بعد جلسة التفاوض، بيتم فيها الآتي: بنسجل كل اللي حصل في جلسة التفاوض عشان نستفيد منه في المستقبل، بنخبر كل الإدارات المختصة في المنظمة بنتائج التفاوض عشان كل إدارة تقوم بتنفيذ الأعمال المطلوب منها نتيجة التفاوض، وبعدين بنقعد نقيم عملية التفاوض واحنا نجحنا في ايه وفشلنا في ايه، نجحنا في مواضيع معينة عشان استعدينا كويس وعملنا موضوعات معينة او استعداد معين، وفشلنا في الوصول لأهداف اخرى لان فشلنا في دراسة الموضوع او ما اتفقناش على نقاط معينة. المهم بستفيد من عملية التقييم للاستعداد لعملية التفاوض الجديدة. استراتيجيات التفاوض. الاستراتيجيات التفاوض أمام إدارة المنظمة مجموعة استراتيجيات، بتختار الاستراتيجية المناسبة لعملية التفاوض حسب الظروف الراهنة. أول استراتيجية هي استراتيجية هجومية متشددة: أنا عايز أكسب وأكسب أكبر مكاسب ومش مهم الطرف التاني يخسر. إمتى بستخدم الاستراتيجية الهجومية دي؟ في حالتين: إما حاسس أنا ان فريق التفاوض بتاعي اقوى من الفريق التاني، او انا مركزي التفاوضي اقوى من الفريق التاني، او ان الصفقة مش مهمة للدرجة دي وممكن اشتريها المرة الجاية او اللي بعديها الى اخره، يعني انا مش مستعجل. دي كانت الاستراتيجية الاولى. الاستراتيجية الثانية هي استراتيجية دفاعية مهادنة، بستخدمها في حالة اللي انا حاسس ان انا موقفي التفاوضي اضعف من الطرف الاخر، او ان الصفقة مهمة جدا ليا ولازم اخدها باي ثمن. هنا ممكن بقى ارضى بمبدأ بموقف انا اخسر مش مهم اخسر وانت تكسب اللي هو الطرف الثاني، اهم حاجة عندي ان انا اخد هذه الصفقة. الاستراتيجية الثالثة دي الاستراتيجية المتوازنة، ان كل فريق من الطرفين، فريق التفاوض البائع والمشتري، حريص على تحقيق المكاسب للطرفين وفقا لمبدأ انا اكسب وانت كمان تكسب، ودي الحالة المفروض ان تكون في حالة التفاوض: مكسب للطرفين. في حضراتكم بعض الأساليب المستخدمة في التفاوض، إما أنا بستخدمها أو الطرف الثاني بيستخدمها. لما نعرفها نستفيد هنا إن إزاي أنا أستخدم هذه الأساليب، أو لو الطرف الثاني ابتدى يستخدمها ضدي إزاي أنا أتجنبها. أول مبدأ: اطلب أكثر مما تتوقع. اطلب أكثر مما تتوقع، بمعنى لو الحاجة يرضيني اللي هي تكون ب100 وأنا المشتري هقول 90، والبائع عارف إن هي ب100 وهو البائع هيقول 110، عشان انا اتنازل وهو يتنازل بنوصل لايه الرقم 100 اللي هو الرقم المتوقع، لان الطرف او الطرف الاخر في التفاوض بيطبق مبدا مهم جدا، هو لا تقبل اول عرض يقدم اليك، اول عرض يقدم اليك وقابل للتفاوض والتنازل فيه. في مبدا ثالث هو تجنب الصراع والمواجهه، لان لو حصل صراع ومواجهه ممكن جلسه التفاوض كلها تفشل ومش هنستفيد، وانا اصلا جاي اتفاوض عشان استفيد. المبدأ الأهم وأهم مبدأ في التفاوض: لا تظهر شدة حاجتك لإتمام الصفقة، لأن أنت لو بائع وأظهرت شدة حاجتك للبيع المشتري هيضغط عليك، ولو أنت مشتري وأظهرت شدة حاجتك لشراء هذه الصفقة البائع هيضغط عليك. يبقى هنا في مبدأ خطير: حتى لو أنت في شدة الحاجة لإتمام الصفقة لا تظهر شدة حاجتك ليها. برضك تجنب المدح المشروط، لو الطرف الاخر بيمدح فيك او بيشكر فيك بدون سبب توقع ان هو محضر لك تنازل معين لازم تقدمه، فلما تسمع مدح مشروط بدون سبب لازم تعرف تحترس كده منه. في سياسه مهمه اخرى في التفاوض اسمها سياسه الصقور والحمائم، بمعنى ان ممكن نتفق في فريق التفاوض في عدو فينا هيتبع اسلوب الصقور، هيتشدد ياخد افضل الشروط، ولما نوصل للدرجه ان الطرف الاخر ابتدى يتضايق بيخش الشخص الاخر اللي متفقين معاه يخش يلطف الجو،
يخش يعمل دور الحمائم. يبقى هنا في صقور وحمام، وبيتم الاتفاق عند الإعداد للتفاوض مين هيقوم بدور الصقور ومين هيقوم بدور الحمائم، وممكن حتى التفاوض المفاوض الوحيد يقوم بهذا الدور صقور وحمائم، يتشدد في مبدأ معين ويسامح في مبدأ آخر ويهادم في مبدأ آخر لإتمام الصفقة. مبدأ آخر لا تقبل قسمة الإنتاج على 2، مفيش حاجة اسمها نقسم البلد نصين لأن ممكن أنا توصل برك لسعر غير مرضي. أهم من قسمة الإنتاج على 2 تبقى عارف فعلا التكلفة الفعلية والسعر الفعلي للسلعة دي في السوق، عشان مفيش حاجة اسمها نقسم البلد أو نقسم النتائج على 2. بالنسبة للتنازلات، مفيش حاجة اسمها أقدم تنازل بدون تنازل مقابل. أي تنازل أنا هقدمه لازم الطرف التاني يقدم تنازل مماثل ليه. وبرضك في حاجة مرتبطة بالتنازل سهل للطرف الآخر تقديمه للتنازل، بمعنى إن مثلا اللي أنتوا عارفين في مجال المباني أو الإسكان إن الدور الأرضي والدور الأخير بيبقى أرخص أحيانا في التمن، فعشان البائع يبيع دول بيدي مع الدور الأرضي الحديقة أو بيخلي مع الدور الأخير السطح أو الروف، بيسهل للطرف الثاني قبول التنازل. برضك في مبدأ في التنازل، مفيش حاجة اسمها تقدم التنازل في موضوع معين بمعدل متناقص، بمعنى ما يبقاش أول كلمة أنت قلتها 100 واللي بعديها 95 لو أنت اللي بتبيع، ومن 95 يبقى أنت نقصت 5، المرة بعديها تقول إيه 80، نقصت 15، معنى كده اللي انت ايه الطرف التاني هيحس ان انت في اشد الحاجة للصفقة. لا، انت بتدي يقول مثلا 900 بعدين 90 بعدين 89 بعدين 88.5 بعدين 88.25، الطرف الاخر هنا هيحس ان انت قوي وواثق من نفسك. يبقى انت مفيش حاجة اسمها تقدم التنازلات لنفس الموضوع بمعدل متزايد، لا لازم يكون بمعدل متناقص.